السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم طلابي الأعزاء في دار الثقافة الأهلية القسم الثانوي الصف الأول الثانوي ومادة الكفايات اللغوية. وعودا على بدء، انتهينا في الفيديو السابق في الاختبار القبلي وتطرقنا إلى مكونات الجملة الأساسية الاسمية منها والفعلية، ثم أعطينا شيئا من التنويه عن الجملة العربية ونواسخها الفعلية والحرفية، وتكلمنا وذكرنا أننا سنتعرض إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل. اليوم بمشيئة الله عز وجل سننطلق إلى هذه النواسخ الحرفية والنواسخ الفعلية لنتعرف عليها. أولا نبدأ بالنواسخ الحرفية. ما هي النواسخ الحرفية؟ النواسخ الحرفية هي التي تدخل على الجملة الاسمية. لاحظ معي أنها تدخل على الجملة الاسمية. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي هذه النواسخ الحرفية؟ النواسخ الحرفية هي المسمى في علم اللغة بإن وأخواتها. إن وأخواتها، طيب ما هو عملها؟ تنصب المبتدأ كما ذكرنا من قبل، أنها تنصب الأول وترفع الخبر، أو كما نقول تنصب الثاني، إذن ترفع الثاني عفوا، إذن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب ما هي أخوات إن؟ ما هي أخوات إن؟ أخوات إن بسهولة ويسر هي إن ولكن وكأن ولعل وليت ولا النافية للجنس. نقولها مرة أخرى، إن ولكن وكأن وليت ولعل ولا النافية للجنس. ما هي أعمال هذه الأدوات؟ هذه الأدوات نسميها الأحرف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخها. يعني تنسخها يعني تغير فيها. نفهم احنا قول الله عز وجل، ما نأتي بآية أو ننسها نأتي بخير منها. كلمة النسخ في القرآن جاءت بمعنى التبديل أو التغيير. كذلك إن وأخواتها حينما تدخل على الجملة الإسمية تجعل الكلمة الأولى اللي هي المبتدأ تجعلها منصوبة، تجعلها منصوبة، والكلمة الثانية تجعلها مرفوعة. وسيأتي إن شاء الله معنا الأمثلة والتدريبات النشاط بشكل إن شاء الله مكثف حتى ندرك هذا الأمر تماما. ثم أنطلق بك إلى الأفعال، أو عفوا النواسخ الفعلية. النواسخ الفعلية، ما هي النواسخ الفعلية؟ هي التي تدخل على الجملة الإسمية أيضا، لكنها ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب ما هي هذه النواسخ الفعلية؟ النواسخ الفعلية هي، أحسنتم، هي صار وأضحى وأمسى وبات وظل وأصبح وما زال وما دام وما برح وما فتئ وليس. هذه هي ما يسمى في علم القواعد النحوية بكان وأخواتها، والتي تدخل على الجملة الإسمية. لاحظ معي أنها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ. لاحظ معي، فأنها ما عملها؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ترفع المبتدأ لكي يسمى اسمها، وترفع الخبر لكي يسمى خبرها. فأقول خبر كان مرفوع، أو أقول عفوا خبر كان منصوب، أو أقول اسم كان مرفوع. وننطلق إلى التدريبات بشكل مكثف لكي يتضح لنا من خلال التدريبات الموجودة في الكتاب المدرسي التطبيق العملي والفعلي. فهيا بنا لننطلق نحو الكتاب المدرسي. هيا بنا لننطلق لكي نرى الجملة الإسمية وكيفية دخول النواسخ الفعلية والحرفية عليها، وما هي النتائج المترتبة على دخول مثل هذه الأحرف أو الأفعال. لدينا في الكتاب المدرسي مكونات الجملة الإسمية، تتكون من مبتدأ مرفوع زائد خبر مرفوع. الكلام، محور الكلام حول الجملة الإسمية، حول الجملة الإسمية. ذكر أن الأفعال الناسخة هي كان وأخواتها،
وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى كما هي أمامك على الشاشة، ويشير إليها السهم. إذن هذه هي الأفعال الناسخة، وهذه هي الحروف الناسخة، إن وأخواتها، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل ولا النافية للجنس. هذه هي الأفعال وهذه هي الحروف، ودخولها على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ المرفوع زائد الخبر المرفوع. نأخذ بعض الأمثلة على هذا لكي يتضح لدينا الفهم. المستشار مؤتمن، المستشار مبتدأ ومؤتمن خبر، هذا هو المثال. المستشار مؤتمن، المستشار طبعا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، والمؤتمن خبر المستشار وهو خبر مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد. هيا لكي نتعلم دخول الأفعال الناسخة أو الحروف الناسخة. الأفعال الناسخة نقول كان المستشار مرفوع، الأول مرفوع، أحسنتم بارك الله فيكم، الأول مرفوع، كان المستشار مؤتمنا، أحسنتم. إذن كان فعل ماضي مبني على الفتح، هو فعل من الأفعال الناسخة، والمستشار اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومؤتمنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نفس المثال لكن سأدخل عليه حرفا من الحروف الناسخة. إن المستشار مؤتمن، المستشار هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومؤتمن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لاحظ معي أن المثال هو هو، يمثل الجملة الإسمية، لكن لما دخل عليه فعل من الأفعال الناسخة تغير الأمر وأصبح الأول مرفوعا والثاني منصوبا، وحينما استبدل وأدخل عليه فعلا من حرفا من الحروف الناسخة أصبح الأول منصوبا والثاني مرفوعا. إذن عزيز الطالب لاحظ معي هذه الأمثلة الأخرى والتي سنطبق عليها القواعد التي تعلمناها. الصديقان وفيان، الأول طبعا هذه مثنى، الصديقان مثنى ووفيان مثنى موقع الإعرابي، الأولى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، والثانية اللي هي وفيان خبر مرفوع وعلامة رفعه أيضا الألف لأن الكلمة وقعت مثنى، والمثنى علامة إعرابه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، مثله مثل جمع المذكر السالم. طيب ندخل عليه أحد أفعال الناسخة، نقول ما زال الصديقان، بقي الأول مرفوعا كما هو وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ما زال الصديقان، الصديقان وفيين، أحسنتم، الأول مرفوع علامة رفعه الألف والثاني منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، ودخول عليه فعل من الأفعال الناسخة اللي هو ما زال طبقت عليه القاعدة. طيب نروح للمثال الآخر اللي هو ليت، ليت، أحسنتم، ليت الصديقين وهو مثنى وجاء بعد حرف من الحروف الناسخة، إذن يبقى منصوبا، لابد أن يتغير الألف ليصبح ياء ليأخذ علامة النصب، والمثنى كما ذكرت ينصب ويجر بالياء. ليت الصديقين، أحسنتم، وفيان خبر مرفوع لأنه مثنى وعلامة رفعه خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أحسنتم. نروح للمثال اللي بعد كده. المؤمنون متحابون، المؤمنون متحابون، جمع مذكر سالم، الأولى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو والثانية خبر وعلامة أيضا رفعه الواو، وإذا ما أدخل عليه فعلا من الأفعال الناسخة مثل أصبح أو كان أو صار أيا كان، أصبح المؤمنون الأول مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، أحسنتم، والتي تأتي بعدها منصوب، أصبح المؤمنون متحابين جمع مذكر سالم، وقع خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء، ليليا لأنه جمع مذكر سالم. طيب نفس المثال لكن سأدخل عليه لعل، لعل المؤمنين، أصبح الأول منصوب لأنه حرف من الحروف الناسخة وليس فعلا، ليس فعلا، لاحظ معي،
الذي أدخل على الجملة هنا هو حرف من الحروف الناسخة، لعل المؤمنين، أحسنتم، متحابون، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن الاستنتاج، الجملة الإسمية تبدأ باسم ممتاز وتتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، أحسنتم، سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع مذكر سالم. قد يدخل عليها فعل ناسخ، أحسنتم، فيرفع الأول، قلنا الفعل الناسخ حيرفع الأول وينصب الثاني، حيرفع الأول وينصب الثاني. كذلك الحرف الناسخ الذي سيدخل على الجملة الإسمية ماذا سيفعل؟ أحسنتم، سينصب المبتدأ ويرفع الخبر. إذن أحبائي الطلاب، يتبادر إلى أذهاننا شيء في غاية الأهمية، وهي علامات الرفع. ما هي؟ الضمة والألف، أحسنتم، كذلك الواو. إذن علامة الرفع هي، أو علامات الرفع التي تأتي سواء مع المفرد أو المثنى أو جمع المذكر السالم، هي الضمة، الألف، الواو. طب وعلامات النصب كما ذكرنا في الأمثلة السابقة؟ الفتحة والياء، أحسنتم، الفتحة والياء، هذه التي استنتجناها من خلال الأمثلة التي تعرضنا إليها بشيء من التفصيل. بقي لنا أن نعرج على ما يسمى بالأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة من يذكرها؟ ها اعصر معي يلا، ها نعود إلى السابق. الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وفو وزو، هذه هي الأسماء الخمسة. طب وما هي علامة إعرابها؟ علامة الإعراب في حالة الرفع تأخذ الواو، أحسنتم، وفي حالة النصب ستأخذ الألف، ممتاز، وفي حالة الجر ستأخذ الياء، وسنعطي عليها بعض الأمثلة لكي نراها في حالة الرفع ونراها في حالة النصب ونراها في حالة الجر. ما هي هذه الأسماء الخمسة؟ أب وأخ وحم وفو وزو. طيب هل لها شروط؟ أي نعم لها شروط، أن تكون مفردة، أي أنها تأتي على صيغة المفرد، لا يصح أن أقول الآباء أو الآخاء أو الإخوان، هنا تفقد شروط إعرابها. نأتي إلى الأمثلة. حضر أبوك، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، وأبوك فاعل مرفوع علامة رفعه ها الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، أحسنتم. شاهدت أخاك، شاهد فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هنا شاهدت، تاء الفاعل، أنا اللي شاهدت أخاك، ماذا هنا يكون إعراب أخاك؟ كيف وقعت؟ وقعت وقع عليها فعل المشاهدة، إذن فأقول هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمسة، ولا يعني يصح أن تخلط بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة معروفة، والأفعال الخمسة إن شاء الله سيأتي حديثنا عنها أو ذكرها في القادم. شاهدت أخاك في الملعب، قلنا أخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، لأنه من لأن الكلمة من الأسماء الخمسة وطبق عليها الشروط. كذلك قولنا أكرم كل ذي خلق رفيع، يا سلام، كل ذي مضاف إليه، يا سلام، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، أحسنتم، لأنها طبق على الشروط ولأن الكلمة من الأسماء الخمسة. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحروف الناسخة والأفعال الناسخة، كيفية إعرابها، كيفية دخولها على الجملة الإسمية، ومدى تغييرها في هذه الجملة، ثم عرجنا على الأسماء الخمسة، تعرفنا عليها وعرفنا علامات إعرابها وشروط إعرابها بالحروف، وأخذنا الأمثلة عليها المطبقة لذلك. طيبتم بكل الخير وطاب لقائكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حفظ الله البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله.